السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي قناة زينو جيمرز، اليوم أتيتكم بلعبة جديدة رهيبة جدا واسمها فورغوتن أونر. هذه اللعبة صدرت أولا سنة 2018 لأجهزة البي سي وأيضا البي اس 4 والإكس بوكس 1، وهي عبارة عن لعبة ألغاز وأيضا غموض رهيب للغاية، وهي الآن اليوم صدرت على أجهزة الأندرويد وأيضا للآيفون. كل ما عليك فعله هو تحميل ملف اللعبة وحجمها 1 جيجا و450 ميجا، وهي تشتغل عن طريق الإنترنت. تدور أحداث هذه اللعبة حول فتاة تسمى آن، والتي تجد نفسها في عالم غريب جدا ويدعى The Forgotten Realm. هذا العالم مليء بالأشياء المنسية من قبل البشر، ويتواجد به أيضا الكثير من الألغاز والأفخاخ التي يتوجب على آن الهرب منها. اللعبة بها قصة ورسوميات رائعة جدا، سوف تنال إعجابكم بكل تأكيد. سوف تجدون رابط تحميلها أسفل الفيديو. بعد تحميل وتثبيت اللعبة، الآن سوف نقوم بالدخول إليها على هذا الشكل. وكما تشاهدون، ها هي اللعبة. اللعبة كما قلت لكم كانت في السنة الماضية صدرت للحاسوب وأيضا الـ PS4 وأيضا يعني الـ Xbox One. الآن نقوم بالدخول إليها. وكما تشاهدون، ها هي اللعبة. نضغط على سيتنج هنا في الخيار الثاني. هنا جرافيكس يمكن اختيار هنا هاي او لا، وعلى حسب قوة هاتفك نختار هاي. هنا في السبستايتل يعني الترجمة هنا في الاسفل اون، وهنا في الفوليوم، وايضا هناك العديد من التعديلات. والجميل اكثر ان هذه اللعبة يعني تدعم الجويستيك مود. كما تشاهدون ديفول انفيزيبل او ستاتستيك او ديفولت، نختار هنا يعني ديفولت هكذا لهذا الشكل. نقوم الآن بالرجوع. يمكنك أيضا ربطه عن طريق الجيم باد أو الكنترولر واللعب بها. سوف نقوم الآن بالدخول إليها على هذا الشكل. نضغط بيجين ستوري، وهاي اللعبة كما تشاهدون بدأت بالاشتغال. وكما تشاهدون، ها هي آن البطلة الخاصة بهذه اللعبة. الآن سوف نقوم بالتمرير. الجرافيكس جيد جدا الخاص بهذه اللعبة. الآن سوف نقوم بالتمرير على هذا الشكل، وسوف نقوم بالتحرك كما تشاهدون. What's going on? Tap and hold anywhere to the left side the screen to bring and move. هكذا. كما تشاهدون الآن نحن نتحكم بالشخصية الخاصة بالفتاة. الآن سوف نقوم بالنزول هكذا عبر الدرج. سوف أقوم بالزيادة في الصوت. ماستر بونكو and seems like forever ago. كما تشاهدون هناك حرائق بالجملة هنا. الآن سوف نقوم بالرؤية هكذا. Fire on the central station، يعني هناك حرائق في معظم المدينة، يعني في أشياء المرتكزة في المدينة. الآن نرى هنا، هناك أيضا في البرج. الآن سوف نقوم بالذهاب هنا والنزول عبر هذا الدرج كما تشاهدون أو السلم. ماذا يوجد هنا أيضا؟ كما تشاهدون سوف نقوم بالنزول إلى the basement، أي إلى القبو في الأسفل، لكي نقوم بتفعيل الأنيمة. الآن سوف نقوم بالنزول هكذا. نعم، هناك كما تشاهدون سوف نرى ماذا يوجد هنا.
I can distill anima from these grinders and use it for power. نعم، الآن سوف نقوم بالضغط عليها. هكذا كما تشاهدون، الآن قمنا بتفعيل الأنيما. والآن كما تشاهدون بعد أن أحضرنا الساعة الخاصة بالأنيما، الآن سوف نقوم بالضغط عليه هكذا. الآن سوف نقوم بالضغط top and hold on a full grinder. كما تشاهدون سوف نقوم بالضغط هنا، سوف نقوم بهكذا. كما تشاهدون الآن now I have enough anima. الآن لقد أخذنا الأنيما من ذلك يعني الإناء. الآن سوف نقوم بالرجوع إلى الآلة. الأمر رائع جدا. الآن سوف نقوم بالضغط هنا. وكما تشاهدون لقد الآن قمنا بتشغيل هذه الآلة التي كانت تحتاج إلى طاقة الأنيما. الآن سوف نقوم بالذهاب هناك إلى الآلة لكي نقوم بفتح الباب. أي اصعدي إلى الآلة. اللعبة رهيبة جدا على هذا الشكل. الآن نضغط هكذا. والآن نقوم بالسحب. والآن كما تشاهدون لقد قمنا الآن بالتشغيل، والآن اللعبة الآن أصبحت يعني المكان أصبح الآن كما تشاهدون به أضواء كثيرة. الآن سوف نرى ماذا يوجد هنا. سيفن. الآن قمنا بحفظ المرحلة. والآن سوف نقوم بالنزول إلى الأسفل على هذا الشكل، ونقوم بالذهاب هناك في الباب هكذا. It's door master بكونين. الآن سوف نرى ماذا يوجد هنا. أعتقد أننا سوف نقوم بالرجوع. نعم، أعتقد أننا سوف نقوم بالرجوع إلى الأعلى حيث ظهرت صورة الأب هكذا. وكما تشاهدون ها هو الأب كما تشاهدون هنا. نقوم بالذهاب إليه لكي نرى. ماستر بونكو are you alright؟ الآن سوف نقوم بالقراءة هنا. سوف أقوم بزيادة في الصوت. Just a tower. They have no idea what they are doing or what is at stake. What would you have me do, Master? Be on your guard, Anne. The rebels have likely retreated, but we still have work to do. First, we need to restore power to the areas around the tower. Load the dispensers and reverse the anima flow to draw from the tower's reserves. Of course, Master. Leave it to me. Once that is done, find out what is happening at the workshop. The ether bridge is our number one priority. It's almost finished, Anne. I only have one more segment to install. I'll check on Tiffany at the watchtower and get my wings. I'll call you when I get there. Good. Oh, and Anne. Yes, Master. I... never mind. Stay vigilant. We're going home soon. الآن سوف نقوم بالذهاب هنا أعتقد هكذا. Oops. Identify yourself for Gatling. My name's Dilly, Madam Enforcer. I'm a welder. Yes, that's it. I'm a welder at the workshop. Where's your validation sticker? It's... oh, it's gone. I must have lost it. A rebel. I'm no rebel. I swear on the human who forgot me. Tell me what you're doing here. I, have an important message for Master Bonku. What's the message? Oh, yes, there's been an anima outage at the workshop, and the rebels have sabotaged the primary transfer pump near the central station. Forgotlings without validation stickers can't get jobs on the tower grounds. And Tiffany would have never let you through the watchtower without proper identification. She knows me? You rebels have no idea what you're doing or what's at stake. Oh, please don't distill me. Don't come any closer. You leave me no choice.
Rain. Always rain. واو، صراحة اللعبة رهيبة جدا. الآن نقوم بالنزول، أمر رهيب جدا. لعبة PS4 وأيضا يعني Xbox One وأيضا PC Gamer وأيضا حاسوب، يمكنكم الآن لعبها على أجهزة الأندرويد وأيضا الآيفون. الآن نقوم بالنزول إلى الأسفل. شكرا لكم، سوف أكتفي بهذا القدر من اللعبة. صراحة اللعبة رهيبة جدا، لقد أعجبتني كثيرا وأيضا سوف تنال إعجابكم بكل تأكيد. سوف أكتفي بهذا القدر من اللعبة. شكرا لكم، لا تنسوا الضغط على زر لايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم، وإلى اللقاء في فيديو آخر.